المشهد الأول. يجلس القاضي خضر جلب القرفصاء أمام حامل المصحف. يجلس بجانبه كاتب المحكمة ويقف حارسان على جانب المسرح. يضع كل منهما ذراعيه على صدره وفي حالة استعداد لتنفيذ الأوامر. سبحان الله، يا للعجب! أي أيام هذه التي نعيشها؟ أليس من العجيب أن تحدث في إسطنبول وهي دار السعادة سرقة في سنة واحدة؟ ألا يخشى الله العظيم؟ وألا يستحي من رسوله الكريم؟ ذلك اللص الذي عذب الحياء اجترأ على الحق في ملك السلطان محمد بن مراد؟ خشى أن يكون هذا اللص مسلما، لابد وأن يكون أجنبيا، قد يكون من طائفة الروم أو الأرمن، أو قد يكون يهوديا. ما هذه للحال التي صرنا إليها؟ واقعة سرقة في سنة واحدة، لا يمكن أن يكون هذا دليل خير قط. إن هذا لعلامة من علامة الفساد، ويجب أن نأخذ حذرنا منها. لابد أن يكون هذا اللص عبرة لمن لا يعتبر، لابد من القبض عليه حتى لا يكون هنالك بين الرعيح نموذج سيء يمكن أن يتخذه بعضهم مثلا. سيد القاضي، قولي يا عبد الله، هاتي ما عندك يا بني. في الخارج رجل من طائفة الروم من خارج الإسطنبول ينتظر، ولديه ما يود عرضه عليكم. فلتدخله، هزار أن ينتظر، إن انتظار الرعية على باب الحق مسؤولية. وأي مسؤولية؟ يدخل العاجب بعد خروجه بقليل وبجانبه المعماري أبسلانتي الرومي. باب الحق مفتوح أمام كل الرعية أيا كان ومن أي مكان كان، واثق أن العدل يأخذ مجراه. هذا مؤكد يا سيدي، واضح أن هذا هو باب الحق، وحتى لو كان السلطان هو ظالم، أيأخذ في هذا الحال الجزاء؟ إن عمل السلطان نفسه ذنبا، وإن كان أيضا عيبا وقبها، فسينال جزاءه وتأخذ العدالة منه مأخذها. وهل يمكن أن يجازى السلطان؟ إذا ثبت الذنب عليه سيجازى بالتأكيد. كل من يدخل من هذا الباب متساو، لا فضل لأحد على أحد ولو قيد علم له. لابد أن تعلم هذا وتثق به. صدقنا يا سيد القاضي، ثقتنا في العدالة دينكم ثقة مطلقة، وهي أمامنا وبفضلها سواء في العاصمة إسطنبول أم في غيرها من الممالك العثمانية. يسير الذئب بجوار الحمل دون افتراس، معلوم هذا لكل الناس كفة. إذن لابد أن تسحب كل تصرف منك يدل على الشك، ولابد لك من بيان حاجتك بمجرد دخولك باب الحاجة، ولا ينبغي لك أن تشغل هذا المكان عبثا. ما اسمك وعملك وشكوك ومن تشكو؟ اسمي إبسلانتي، عملي مهندس معماري، وأشكو حضرة السلطان محمد. يا للجرأة! إنه يخاطر بحياته، سيقطع رأسه. سبحان الله!
ياه يا الله حسنا، فلتذهب بشكوى كاملة وسنجري الأمر كاملا على النحو الشرعي، والحكم لابد أن يكون على هذا. غضب السلطان علي فأمر بقطع ذراعي. يا سيد الأسرنتي، لم يسمع عن أحد من قبل قطع ذراعه بهذه السهولة؟ قل لي ماذا فعلت وكيف أغضب السلطان؟ هز السلطان ابتسم دوما برفق المعاملة، ما غلبه الكبر قط عندما جس ملوك الكفر أمامه، وهم كثر ما غلبه الكبر قط، وكم من بلاد فتحها، حتى لو تملكه الكبر يوما وخضع لرغباته والعياذ بالله، هل يصل به الأمر أن يقطع ذراعي؟ هيا اشرح لنا دعوك ولا تقلق، فحكم الشرعي يسري حتى على السلطان. أصدق هذا، فتطبيق العدالة على هذه الأرض هو أدق من شعرة وأحد من سيف، ويؤكد كلامي هذا الذي رأيته وسمعته الآن، لكني أخاف عندما يتعلق الأمر بالسلطان. يا أبو سلمتي، قلنا إنه لا محل لخوفك، كما أن ترددك لا فائدة ترتج منه، كل من يدخل من باب المحكمة أيا كان فهو آمن، وجميع من يدخله متساو. من داعي لاضطرابك هذا الظاهر منك؟ وإلى ماذا يشير قلقك حتى الآن؟ إما أن توضح لي دعواك مفصلة أو تنسحب. سمعا وطاعة سيدي قاضي، سأبسط أمري بغاية من وضوح. كنت أعمل للسلطان في جامعة بناء على فرمانه هو، فرأيت أن أقطع من أسفل العامدة شيئا قليلا، وعندما رأى السلطان هذا استشاط غضبا وقال لي: لقد قمت باستحضار هذه الأعمدة بألف مشقة ومشاقة من أماكن متعددة، ثم تقوم أنت بعد ذلك بقطع منها؟ قال لي السلطان هذا، ثم أمر مقابل هذا بقطع ذراعي، وأنا يا سيدي القاضي معماري لا أستطيع القيام بعملي بزراعة واحدة، ولذا فإن قطع ذراعي معناه أنه قطع رأسي، وهذه يا سيدي شكواي، وإني قد لجأت إلى المحكمة وهي باب الحق، أطلب أن تأخذوا للحق من السلطان. وضح الأمر الآن. يا الحاجب، أرسل إلى سلطان أن يأتي سريعا إلى المحكمة، وإذا لم يفعل فاستصدر فتوى من شيخ الإسلام لإخصار السلطان قصرا. هذا هو حكمي، ولا بد من تنفيذه كما هو. سمعا وطاعة سيد القاضي. المشهد الثاني، السلطان واثنان من الأمل وكل من في المشهد الأول في المحكمة. وصل سيدنا، وصل مولانا السلطان والدنا. اصمت، أنت موظف في محكمة الشريعة الإسلامية، إنه قد حضر إلينا متهما وليس سلطانا. هل أهدأت الشهود يا سيد أبسلنتي؟ جاء الشاهدان يا سيدي، وهما عاملان وكلاهما من دينكم، فكرت أن شهادتهما قد تجد قبولا عندكم أكثر. لا تجئ في حديثك إلا بعد أن أسألك، فلا تغير الأدب يا حاجب، نادي على متهم أن يدخل. كيف ذلك يا سيدي؟ بالطريقة المعتادة، مثلما تنادي دائما على كل من يمثل أمامنا أن تذكر اسمه واسم أبيه.
سيدي القدي، لكنه السلطان سلطاننا وسيدنا والدنا، كل شيء عندنا. إنه أمننا وأماننا وضماننا العدل فينا. فكيف بالله أفعل ما تأمرني به يا سيدي؟ افعل ما قلته لك على الفور. إنه هنا في هذه المحكمة لم يأتي بصفته سلطانا، بل أتى بوصفه متهما بارتكاب ذنب. هيا نادي عليه. الأمير الأعظم ابن سلطان مراد سلسل محمد. المتهم يجب أن يكون واقفا. كيف؟ ستقوم الآن بالدفاع الشرعي أمام خصمك. سيدي أعتذر وأرجو قبول اعتذاري أن الغفل بهذه. إننا أمام باب الحق. نعم. لا يجوز جلوس المدعى عليه بينما يكيف مدعي. لا بد من العلم بهذا والعمل به. عرف بنفسك. أنا الفاقر إلى الله، عبد الله ضعيف لابن محمد. يا كاتب اكتب اسمه محمد، هل تحمل لقبا؟ العبد الضعيف إلى الله محمد بن سلطان مرد، ولقبي أمير الأعظام. يا كاتب اكتب الضعيف إلى الله محمد. يا متهم اقترب لتبسم. أفعل. فلتحلف اليمين لتكون صدق. أقسم بالله إنني سأجيب على كل أسئلتكم بصدق وأمانة، والله على ما أقول شهيد. حسنا يمكنك أن تعود إلى مكانك. قل لي الآن لماذا أمرت بقطع يدي هذا المعماري؟ لأنه قام بكثر الأعمدة الرخامية التي أحببتها حبا جما. يا أبسلنتي ما قولك؟ ما فعلته هو الصحيح، وإلا كانت قبة ستبدو أكثر من مناسب، وسيكون هناك خلال في الجمال الجامع، وليس لأهل التدخل في عمل الفنان ولو كان سلطان. يا كاتب هل سجلت كل هذا؟ نعم يا سيدي. نادي على الشاهدين. فليدخل شاهدا السيد إبسالنتي. يدخل الشاهدان. القاضي خضر يجعلهما يؤديان القسم ويقسمان ليقول الحق. يا شاهد الأول قل الحق، اذكر أمامنا الحقيقة التي تعرفها، ولا تنسى أن الله تعالى هو خير الشاهدين. حاشا أن أنسى ذلك في أي وقت. الحقيقة أن سلطاننا قد جاء واسأل المعمار أبسلنتي قائلا لماذا قطعت من الأعمدة ما أراه، فأجابه المعمار أبسلنتي بما هو مناسب، لكن السلطان أمر بقطع ذرائه. يا شاهد الثاني هل هذا صحيح؟ هل شاهدت هذا؟ نعم رأيت هذا وأشهد عليه، فسلطاننا أمر بقطع ذراع المعمار أبسلنتي لأنه قطع أعمدة رخامية. يا أبسلنتي هل أنت صاحب الدعوة؟ نعم. يا متهم هل اتضح الأمر بعد أن ذكر المعماري أبسلنتي والشاهدان ما ذكروا؟ وهل عندك ما تقوله؟ هل لديك أقوال أخرى؟ لا يوجد لدي ما أقوله، فقد اتضح الأمر بعد قولهم هذا. يا كاتب اكتب يا بني، ثبت لدينا الآن بما لا يدع مجالا للشك أن السلطان أمر بقطع ذراع معماري أبسلنتي، لذلك وبموجب أحكام الشرع الشريف فإني أحكم بالقصاص. يا متهم هل لديك ما تقوله؟
أمام الشرع الشريف تصبح رقبتي أدق من شعر الرأس. يا من أنا لكم وليس لدي أقول أخرى. انتهت رهاتكم، سيذهب كل إلى وجهته. إن المحاكمة انتهت، ماذا تنتظرون؟ أتسمح لي يا سيدي أن أعرض أمره؟ قل. لم أكن أتصور أن العدل سيجلب بهذا الشكل. أنا الآن نادم أشد الندم، والقلب لا يستطيع أن يتحمل قطع زرار السلطان. وأمام هذا الحكم العادل الذي أصرت المحكمة، أجد نفسي عاجزاً عن تغيير. عفوا عني يا سيدي، لم أكن أريد أن يصل الأمر إلى هذا الحد. عفوا، النجل يا سيدي القاضي، أليس من مخرج آخر لحكم هذا؟ أنا نعم، هناك مخرج. أنكتني به يا سيدي، أنكتني به يا سيدي. يمكن بعد موافقتك أن يتحول الجزاء إلى غرامة مالية. رجاء يا سيدي، حوله. يا كاتب، اكتب، سجل، رفع حكم القصاص بتنازل المدعي عن حقه على أن يتعهد المدعى له براتب المئماري أو بالإنفاق عليه وعلى أفراد أسرته حتى الممات. يا متهم، هل لديك قول أو اعتراض؟ لا. أدونت يا بني، استمر. وقد كان حكمنا في هذا أن يخصص المدعى عليه قصرا فخما يعيش فيه سيد أبسلنتي وأفراد عائلته مدى الحياة، وذلك مقابل إعادة الاعتبار لسيد الأبسلنتي أمام الناس مع صرف مبلغ وقدره 150,000 أقجة لمرة واحدة، ويحذر أن يكون هذا من خزانة الدولة وإنما من مال مدعى عليه شخصي. اختم. تفضل يا خضرة القاضي. يا أبسلنتي، وأختم واختم أنت أيضا. يا شاهدان وأنتما أيضا. كلهم حاضرون، اتركونا قليلا. يخرج الجميع ما عدا السلطان الذي ينظر بود إلى القاضي خضر. لديك حاجة عندي يا مولاي؟ أنت لم تكن تتحدث معي منذ قليل بهذا اللطف يا خضر. وأنت أيضا يا مولاي، لم تكن تحدثني باسمي. لم تكن تحدثني باسم المجرد هكذا منذ قليل. السبب معلوم، منذ قليل كنت تمثل العدل. نعم، إني أمثل العدل، لكني الآن مجرد قاض، ولست الآن في مقام الحكم، وأنت الملك، أما أنا ففرد من رعيتك. انظر يا سيدي الخضر، لو ناديتني أثناء المحكمة بسلطان، لشهدت أنك أخللت بواجبك أمام العدل. وكنت ساعتها سآمر بقطع رقبتك وتقربا إلى الله وصونا لشريعة الإسلام. وأنت يا مولاي، لو كان سلطة وردك واعترضت على الحكم الشرعي لسحقت رأسك بهذا الصولجان. الله. يجلس السلطان الفاتح والقاضي خضر أرضا باتجاه القبلة ويفتحان أيديهما بالدعاء. اللهم اقبل إليك روحي إذا فكبت لحظة
بأمل مغير بشر. اللهم اقبض إليك روحي إذا فكرت لحظة بأمل مغير لشريعتك حتى ألقاك يا ربي طاهرا غير مذنبين. يا رب يا أعظم الأعظماء، اللهم اقبض إليك روحي إذا انخدعت وحممت بالحكم الخط. اللهم أمدني إليك لحظتها حتى لا أجد أدنى فرصة في حياتي أتلويس عدالة الإسلام التي يتفني بها الناس الآن. اللهم اجعلنا من الذين يحكمون بشرعك الشريف ويجاهدون في سبيلك من أجل نصرتي ويجاهدون في سبيلك من الأجل نصرة الحق المبين. ينزل الستار بينما يصده النشيد العثماني الأسكاري، وها هو ذا سلطاننا الفاتح يخرج من قصره ليتجه إلى المدينة.